الاسم محمود محمد طه، المهنة مهندس. قال الآتي: الإخوان الجمهوريون يعني تنظيم الجمهوريين، وهم الداعون للحكم الجمهوري في البلد. بدايات القرن العشرين، عمل الحكم الثنائي الإنجليزي المصري على إنشاء سكك حديد السودان وجعل مقر رئاستها في مدينة عطبرة الواقعة شمال السودان. في هذه المدينة التي ارتبط اسمها بنشأة الحركة النقابية السودانية، برز اسم المهندس الشاب محمود محمد طه الذي عين عام 36 في مصلحة سكك حديد السودان بين مدينة رفاعة وقرية هجليج. نشأ محمود يتيماً في حياة أقرب لحياة ابن قرية منها لابن مدينة. استطاع أن يكمل تعليمه حتى التحق بكلية جوردون التذكارية في الخرطوم. لم يكد يحصل على تعيينه هذا حتى انخرط في نشاطات نادي عطبرة التابع لرئاسة السكك الحديدية، وليواجه ويرفض سيطرة الإنجليز على إدارته، فالنادي هو للسودانيين. لما اشتغلت سنة 36 في السكة الحديد، كنت بقوم بأعمال في بداية الأمر في المكتب، مكتب الهندسة. كان عندنا نشاط في نادي الخريجين في أدفار، ما كان اسمه نادي الخريجين، كان اسمه نادي السكة الحديد. النادي كان متابع للمصلحة، رئيس المصلحة مدير مصلحة السكة الحديد كان رئيس الشرف له، وكان كبار الموظفين في حكم بيعين في مناصب النادي. نحن أحدثنا فيه سنة 36 37 ثورة أدبية كبيرة جدا، اقتضت أن اللجنة تكون منتخبة وأن السكة الحديد ما يكون عندها إشراف على النادي، وقلبنا الأوضاع فيه. في تلك الفترة سنة 38 بدأ ما سمي في السودان بمؤتمر الخريجين، ومؤتمر الخريجين كان هو مؤتمر طلائع المتعلمين السودانيين الذين بدأوا يناهضون الاستعمار البريطاني ويطالبون بجلاء الاستعمار من السودان. بعد نشأة مؤتمر الخريجين زادت حيوية النشاطات السياسية والثقافية في نادي عطبرة، فعملت رئاسة السكك على نقل المهندس محمود من المدينة إلى مناطق مختلفة في أرجاء السودان. ومع تكرار النقل بين المدن، قرر المهندس محمود تقديم استقالته في أواخر عام 41. في تلك الفترة ظهرت الأحزاب السياسية في منتصف الأربعينات، وانقسمت الحركة السياسية السودانية إلى فئتين: فئة تطالب بالجلاء الإنجليز والمصريين من السودان، وأن يحكم السودانيون أنفسهم بأنفسهم، وهذه تسمى بالحركة الاستقلالية. هذه الحركة تبلورت تحت قيادة السيد عبد الرحمن المهدي اللي هو زعيم طائفة الأنصار. الجزء الثاني من الحركة السياسية كان هو الاتحاديين، هؤلاء كانوا ينادون بأن يتحد السودان مع مصر ويصير السودان جزء من التاج المصري. الشقين الكبيرين والحزبين الكبيرين يعني كانوا يدعون إلى نظام ملكي، فالأستاذ محمود كان يدعو إلى نظام جمهوري وإلى نظام غير طائفي من البداية. هذا الموقف وجد قبولاً لدى عدد من المثقفين السودانيين، فاتفقوا في 26 من تشرين الأول أكتوبر من عام 1945 على تأسيس حزب برئاسة محمود محمد طه يحمل اسم الحزب الجمهوري، كأول حزب سياسي يطالب بجلاء الحكم الثنائي وإعلان الحكم الجمهوري. أصدر الحزب بيانه الأول وأطلق عليه السفر الأول، وتضمن دستوره وأغراضه وسياسته العامة. مع إعلان مبادئ الحزب انتشر أعضاؤه في توزيع المناشير
التي تحرض الشعب السوداني على التحرك ضد الاستعمار الإنجليزي، فعمد الإنجليز في عام 46 إلى اعتقال رئيس الحزب المهندس محمود وتقديمه إلى المحاكمة ليحكم عليه بالسجن بعد رفضه التعهد بعدم ممارسة العمل السياسي. بهذا الاعتقال كان محمود هو أول سجين سياسي منذ ثورة 24، وفي السجن وضع في الحبس الانفرادي، فأدخل نفسه في عبادة صوفية عبر ممارسته للصيام الصمدي المتواصل. إذا أنا بصوم ما يسمى الصيام الصمدي عند الصوفية، الحركة الوطنية بتاعتنا نحن الجمهوريين في خارج السجن كانت بتشوشر شوشرة كبيرة وترفع المسألة دي، وأنه محمود لسوء المعاملة في السجن مضرب عن الصحن، فحصلت قلاقل شديدة جدا لهم. قاموا فكروا في أن الموضوع ده ما بينتهي كده وما في فائدة فيه، وبرضو المديرين بتاع السجن ذكروا لمدير عام السجون أنه الحكاية اللي بيعملها محمود دي راح تثير بعض المساجين للمعارضة لأنه هو متمرد، ونحن كل اللي بنعمل له بنوديه الزنزانة، وده بيزيد عطف الجماعة المساجين في الدرجة الثانية عليه، فأحسن يكون فيه إفراج عنه. بعد 50 يوم كان في اقتراح للنائب الحاكم العام أن يفرج عني كعامل رحمة. بعد 50 يوما من اعتقاله واستمرار صيامه الصمدي، اضطر الحاكم العام أن يخرج رئيس الحزب الجمهوري المهندس محمود من السجن ليستمر في مقاومته وتحريضه للشعب ضد الإنجليز ويخوض ضدهم ما أصبح يعرف بثورة رفاعة. في سنة 46 البريطانيين كان أصدروا قرار بأنه أي امرأة تخفض بنتها خفاضا فرعونيا تحاكم، وفعلا قبضت امرأة في مدينة رفاعة وأخذت إلى السجن. الأستاذ محمود مشى إلى المسجد يوم الجمعة وخطب في الناس خطبة قوية جدا، الخطبة موجودة يعني، واستنهض الناس. كل أمة عندها عادات حسنة وعادات سيئة، عادة الفساد الفرعوني عادة سيئة، لكن العادات السيئة في الشعوب ما تحارب بالقوانين، لم تحارب بالتنمير والتعليم والاقتناع. الإنجليز ما غرضوا كرامة المرأة، وفي الحقيقة فتحوا للمرأة سوق النخاسة، فتحوا للمرأة كل الأبواب اللي ما بتكون بها كريمة، لكن الغرض الحقيقي من إثارة موضوع الخطاب الفرعوني أنه وده أثير في البرلمان البريطاني، كان الغرض من الإثارة دي أن يقولوا للعالم في رد على حركتنا الوطنية أن السودانيين لا يزالوا همجيين يمارسوا عهدات زي دي، وأنه ما بنفتكر أنه بلغوا الرشادة اللي يستحقوا بها وحكم أنفسهم. لذلك قام بما سميت بثورة رفاعة، فعبروا النهر النيل الأزرق بالمراكب وأحاطوا بمركز الشرطة البريطاني في المدينة المقابلة لرفاعة ورجعوها إلى منزلها. بعد ذلك أحاطت القوات البريطانية بمدينة رفاعة وتم اعتقال الأستاذ محمود محمد طه وقدم إلى المحاكمة وأودع السجن. هو بيحكي عن هذه الفترة بيقول أنا عندما يعني وصلت إلى السجن من عبارات، وقال أحسست بأني قد أتيت على قدر من ربي. عاد محمود إلى السجن مرة أخرى، وشكل هذا السجن منحنى التحول في حياة محمود، فعمد إلى الصيام الصمدي والعبادة المتواصلة والتفكر والتأمل. ومع نهاية حكم السجن وإطلاق سراحه عزل نفسه عن العالم ودخل في خلوة مع نفسه. قال وأنا في الطريق من الخرطوم إلى رفاعة بعد ما أطلق سراحه أنني أحتاج إلى استكمال هذه الخلوة، فحبس نفسه في رفاعة في الخلوة لمدة 3 سنوات وخرج في العام 1951.
مع خروجه من الخلوة كان محمود قد عزم على تغيير مسار حياته ومسار حزبه الجمهوري، وتوقع الكثير من الخصومة والغربة، فأعد وصية سلمها لزوجته آمنة. في العام 1951 تحولت الحركة من حزب سياسي إلى دعوة، وأصبح في مشروع بعث إسلامي. كتب الأستاذ فيه كتاب قل هذه سبيلي. الفكرة الدينية عندنا هي أصل بدأت تظهر بعد سنة 51 اتمسكنا بها وتخلى عننا كثير جدا من أعضانا القدام ونشأت عضوية جديدة من شبان جدد جو على أساس الفكرة اللي بدأت تنشر تفاصيلها دليل دليل. هنا جاءت الممارسة الثانية اللي فيها التزام شديد وتطبيق، هي فعلا فيها مرحلة تربية جعلت الجمهوريين كأنهم مجتمع داخل المجتمع السوداني. تحولت الحركة من الحزب الجمهوري لحركة بتاعة أخوان جمهوريين. كان الاهتمام الرئيسي بتاع الأستاذ محمود قضية التربية، قضية الأخلاق. من أجل كده قامت بيوت الأخوان الجمهوريين، كانت في حوالي 4 أو 5 بيوت حوالينا الثورة هنا مؤجرينها الأخوان الجمهوريين وموزعينها وعاملينها كأنها مدرسة بيعيشوا فيها في مستوى من البساطة والزهد. هذا المجتمع اعتمد على علاقة تربط بين الشاب الذي أصبح تلميذا وبين المهندس الذي أصبح أستاذا. الصلة ما بين الجمهوري وشيخي والأستاذ محمود محمد طه هي صلة الشخص القاصر بالشخص الراشد، ومثل صلة الحوار عند الطلقة الصوفية الشيخ يمزجه ويغسله ويكيفه ويشكله حسب ما يريد كأنه طينة، فليس فيها حرية هي نفسها في الداخل، حرية فكرية أو مجال للأخذ والرد. صحيح المجال للأخذ والرد، ولكنك حتى تكون حوارا لا بد أن تسلم وتكون مشيئتك جزء من مشيئة شيخي. لك فرحيب كم يجود ويكرم. هذه الحركة التربوية الناشئة اعتمدت في تربية شبابها الجدد على أساليب التصوف القائمة على العبادة والصلاة والتفكر والذكر الجماعي والنشيد الذي يعرف بالنشيد العرفاني. الإنسان لما ينشد كلام العارفين السهل الممتنع في المعنى ده هو بيغير داخله، بينور داخله وبيتأثر به تأثير كبير جدا وبيحقق به قيمة يعني في غاية اللطف وفي غاية المعاني، وده ما كان بيهدف له الأستاذ محمود لما جعل أنه الإنشاد العرفاني يكون في حياتنا من كوسيلة من وسائل التربية. وإنك حسبنا ربا كفيلا. وإنك حسبنا ربا كفيلا. الإنشاد العرفاني خرج من شاعرة كإشراقة لا طرف من الإشراقة الكبيرة. أنا ما عرفت بأنه شاعر قبل أن أكون أحد شعراء الجمهوريين، وما عرفت بعدها بأني شاعر. الشاعر العرفاني في الحقيقة المعاني بتتنزل له ليأخذها. كل ما أقول شعر أشعر به خرج مني زي ما يخرج العرق من الإنسان. مرت الأيام واستمر محمود محمد طه بتربية شباب حزبه ومجتمعه على الفكر الجمهوري ونشر أفكاره ودعوته بين السودانيين، فعمل في المراحل المختلفة من الاستعمار الإنجليزي والجلاء والاستقلال عام 56 وتشكيل الحكومات الوطنية في الديمقراطية الأولى وما تبعها من الانقلاب العسكري الأول عام 58 بزعامة إبراهيم عبود الذي انتهى حكمه بثورة شعبية في 64 وعودة الحياة الديمقراطية من جديد للحياة السياسية السودانية. طوال هذه الفترة استمرت الدعوة وحركة التأليف والنشر للفكر الجمهوري، وتشكلت عدة خصومات واختلافات مع تيارات سياسية ودينية،
إلا أن كتاب الرسالة الثانية من الإسلام شكل ذروة الصراع بين محمود والجمهوريين من جهة، وبين تيارات الإسلام السياسي والمحافظ من جهة أخرى. في منتصف الستينات أخرج الأستاذ كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، اللي هو ده الكتاب المبوب اللي فيه يعني منهجه في تطوير التشريع، ومنهجه في البعث الإسلامي بشكل عام، ومنهج العبادة. هذا الكتاب شكل مرحلة جديدة في فكر محمود محمد طه، بنى عليه منهجه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وشكل لب فكره وأساس دعوته الجمهورية التي نادى بها. فمحمود في كتابه يعتبر أن في الإسلام رسالتين. يعني الأستاذ محمود بيرى أنه كثير من صور الشريعة الإسلامية هي تحمل صفة الموقوتية، وأن النص القرآني فيه مستويان، فيه نص أصول وفيه نص فروع. نص الأصول بيقوم على الحرية وعلى المساواة وعلى الديمقراطية، نصوص الفروع أقل بتقوم على الوصاية وبتقوم على الإكراه. طبعا دعوة الأساسية هي تقوم على أنه يفصل بين القرآن المكي والقرآن المدني، وأنه يعتقد الإنسان إذا القرن العشرين يجب أن نأخذ بالقرآن المكي، لأن ليس فيه حدود، ولأن القرآن المكي يتكلم عن العقيدة وفيه حرية الفكر والتسامح وغيرها. من إيطاليا حتى فيينا، مروراً بالعديد من المدن الأوروبية الجميلة، مغامرة فريدة عبر سلسلة وثائقية مميزة نستكشف من خلالها البلقان قبل وبعد قرن من الزمان. في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. هذه الفكرة في الفصل بين القرآن المكي والقرآن المدني، وأن في الإسلام رسالتين، لم تلقى ترحيباً لدى العديد من خصوم فكر محمود، إذ وجهت وما زالت بالنقد الشديد من قبل العديد من العلماء، كان من أبرزهم الأستاذ شوقي البشير المتخصص في الفرق الباطنية ونقد الفكر الجمهوري على وجه الخصوص. الأصل الأول وحدة الوجود المادية التي تجعل الحق سبحانه وتعالى مادة الأشياء. الأصل الثاني المعدوم شيء ثابت في العدم وهو عين الله عند محمود. ذكر على أن الإسلام رسالتان، رسالة محمدية ورسالة أحمدية، وفي البداية ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة أحمدية، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما استطاعوا، فيعني نزل بهم إلى مستوى الرسالة من الأحمدية إلى المحمدية. هو بيفتكر نفسه أحمد صاحب الرسالة الأحمدية. الأستاذ محمود قال الإسلام بالمعنى ده رسالتين، مستوى النبي صلى الله عليه وسلم ومستوى الأصحاب، والاثنين المستويين في المصحف، والمصحف بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرسالتين. التشويش اللي علينا بيقولوا أنه والله النبي صلى الله عليه وسلم، محمود محمد طه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة وهو جاء برسالة، الكلام ده واضح جدا جدا في كتابه رسالة الرسالة الثانية من الإسلام. لم تكن هذه الفكرة مجردة من غير انعكاسات على مواقف وآراء محمود محمد طه، وفي المقابل على ردة فعل الخصوم، ففكرة الرسالة الثانية شكلت أساساً للموضوعات التي نادى بها محمود، وبنى فيها آراء ومواقف مغايرة لعلماء تلك الفترة.
كان من أبرز هذه الانعكاسات موضوع المرأة، فنادى بالمساواة الشاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأعطاها في رأيه ما لم تعطه لها الشريعة في الرسالة الأولى. حظ المرأة في الشريعة الإسلامية مبخوس، ده كلام محمود محمد طه. حظ المرأة في الشريعة الإسلامية مبخوس، فهي على الربع من الرجل في النكاح وعلى النصف من الرجل في الميراث. ما ممكن يكون مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة. وبس كمثال بسيط، عندنا السيدة خديجة، عندنا السيدة عائشة، وعندنا أبا جهل مثلا. بنفس للمعاني في المعاني مستجيب. المساواة في الحقيقة شملت كل شيء، يعني فيما يخص المرأة في الميراث وفي الشهادة وفي الزواج. وعندهم كلام خطير جدا في هذه المسألة، يعني لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية. طبعا أهم كتاب هو كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية، وده كتاب الأستاذ محمود محمد طه نفسه. محمود في كتابه تطوير شريعة الأحوال الشخصية، تطوير شريعة الأحوال الشخصية، كتب الكتاب في فصلين تقريبا. فالفصل الأول خطوة نحو الزواج في الإسلام، هذا المجلس المبارك في هذا المنزل المبارك لعقد زواج. موضوع الزواج بيتم ببساطة شديدة، المهر يكاد يكون حاجة رمزية بس، تنازل عن كل الأشياء المعروفة ومعلومة عند بيجيبوها للنساء في الزواج. زواجنا الذي نعقده اليوم يقوم على مشروع خطوة نحو الزواج في الإسلام، وهو مشروع قد أذاعه الأستاذ محمود محمد طه على الشعب السوداني. المرأة الجمهورية بتتنازل عن الحقوق المادية مقابل الحقوق الإنسانية، اللي هي شرط عدم التعدد وشرط التفويض. والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. أما بعد فإني الفصل الثاني الزواج الحقيقي في الإسلام. فعندهم بيقولوا أنا انبثق ذاتك عنك والله شاهدنا. أي واحد في الدنيا عنده واحدة ينبثق ذاته عنه، أي آدم عنده حواء، فأنت بتبحث في زواجك الحقيقي ده لحواء إلى أن تجده. فالزواج ده لم يطبق، حتى محمود أشار في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية إلى ذلك، قال على أنه أنا كنت أعتقد على أن هذا الزواج يثير بلبلة، أو الاقتراح ده يثير بلبلة، لكن قال يعني العجيب على أن الناس اهتمت بخطوة نحو الزواج، زواج بجنيه ومهر وملابس القديمة وكذا. قال يهتموا بجانب ما فيه مشكلة بالنسبة لهم، لأنه بتماشى مع الشريعة الإسلامية الأولى. الأستاذ كان بيقول إنه ما كان بيتوقع معارضة لمشروع خطوة، لكن وجد معارضة، لأنه في غرض في المعارضة، ولأنه الجهات السلفية الإسلامية اللي بتعارض الأستاذ ما كان في حياد في معارضته، وشعر إنه حيسحب من تحت أرجل البساط في الكلام عن الدين. الغيرة في الحقيقة مش شملت الإسلاميين وبس، حتى الاتجاهات الما إسلامية الغيرة من الفكرة الجمهورية شملتها، لأنه شعرت ديل ناس بيقدموا الإسلام في صورة يعني تحترم عقول كل الناس. مما زاد من حدة هذه المعارضة منادات محمود محمد طه بالشريعة الفردية كأصل، وأن الشريعة الجماعية ليست أصلاً. فالإنسان في رأي محمود يصل لمرحلة يتلقى بها تكاليفه بشكل أصيل ومباشر، مما اعتبره الكثيرون إسقاطاً للتكاليف الشرعية. الشيء الذي جعل الناس يخافون منه هو إسقاطه التكليف، مثل إسقاطه مثل ما يسميه الصلاة ذات الحركات، وأن الإنسان يصل إلى مرحلة يأخذ صلاته من الله سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة. صلاة الأستاذ محمود محمد طه بتبتدي بالتقليد، وشرح الموضوع ده بتفصيل في كتاب رسالة الصلاة وتعلم كيف تصلون طريق محمد، وقال أن الصلاة مستويين، صلاة التقليد وصلاة الأصالة. بيمشي السالك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الإسلام في البداية للإيمان للإحسان لعلم اليقين، لعلم حق اليقين، لعلم عين اليقين، لعلم حق اليقين، للإسلام في مستوى الثاني.
في الإسلام في مستوى والتاني الشرائع لله فردية، بيكون عندك صلاتك اللي أنت أصيل فيها، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ويزعم أنه لا يزكي الزكاة ذات المقادير، لكنه يعتمد على قول الله عز وجل خذ العفو كل ما زاد عن حاجتك، ويطوف حول قلبه، لا يذهب إلى الحج ليطوف بالبيت الحرام وكذا، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الأستاذ محمود كان عايش حياة بسيطة جدا جدا، لكن ما عنده الأستاذ محمود أنه زي ما يقال عنه قال أنه يحج حول قلبه وكلام كثير مثل هذا. ومع هذه المعارضات الفكرية والدينية، فإن السياسة لم تغب عن طروحاته المختلفة في موضوع هوية السودان وعلاقتها بالقومية العربية، واعتراضاته العديدة على الزعيم المصري عبد الناصر لينادي بعد هزيمة 67 وفي خضم لاءات الخرطوم الثلاث الصادرة عن الجامعة العربية في اجتماع الخرطوم بضرورة الاعتراف بإسرائيل والقبول بتسوية سلمية معها. محمود محمد طه مثلا كتابه عن قضية الشرق الأوسط أول من دعا للسلام مع إسرائيل، شروطه هو للسلام الطرحه أن تنسحب إسرائيل من أراضي 67 و 56 و 48 ونرجع إلى قرار التقسيم الأول، ويعاد المهجرين الفلسطينيين إلى أرضهم، ويعوض من لا يرغب في السكن في منطقته القديمة. كل هذه المواقف والآراء دفعت خصوم ومعارضي محمود محمد طه لمحاولات إسكات صوته ومنعه من نشر فكره كما حدث مع الشيوعيين من قبله، فتم استهدافه شخصياً عبر اتهامه بالردة وتقديم طلب لمحاكمته في محكمة الاستئناف الشرعية العليا عام 68. بعد ثورة أكتوبر 1964 الحزب الشيوعي أحرز يعني يمكن 11 مقعد من دوائر الخريجين اللي دي دوائر مخصصة لصفوة المتعلمين، وسميت هكذا في قانون الانتخابات السوداني، وكان الإسلاميون يعني يضيقون بوجود الشيوعيين، وكانت الأحزاب التقليدية التي تمارس الديمقراطية على أساس الطائفية تضيق بالنقد المركز الذي كان يقدمه الشيوعيون. ده كانوا عنصر سياسي مضاد لهم قوي استعملوا اسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم ليسكتوا صوته، بقوا في الجمهوريين في الساحة، لم يبقى إنه دارين يزيلونا من الطريق، ودي كان محاولة قديمة اليوم. في 18/11/1968 أخذوا الأستاذ محمود لمحكمة الردة. المحكمة دي لما انعقدت هي في مدرمان والأستاذ في الثورة، رسلوا له ضابط بتاع بوليس عشان يكلمه، جاءوا قال لي بيستدعوك في المحكمة الشرعية، الأستاذ قال لي دي محكمة بتعمل خارج دائرة اختصاصه وأنا ما بمشي لها، وما مشى عليهم وهم قالوا حكم عليه غيابيا. بتاريخ 18/11/1968 الموافق الاثنين 27 شعبان 1388 هجرية، لدي أنا توفيق أحمد الصديق عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية المنتدب للنظر والفصل في الدعوة، أصدرت الحكم الآتي: حكمت غيابيا للمدعيين حزبة الأستاذين الأمين داود محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعو عليه على المدعى عليه الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري القائم عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام، وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته. وصدر حكم له، وصدرت عدد من المنشورات ضد المحاكم الشرعية وضد رجال الدين، وكانت ثورة حقيقية ضد عملهم. في هذه الأجواء المشحونة جاء انقلاب أيار مايو 69 بقيادة جعفر نميري ليضع حداً ولو مؤقتاً لهذا الصراع، وليتنفس محمود وتلامذته الصعداء، فهي بنظرهم المنقذ والمخرج الوحيد للتخلص من خصومهم. الأستاذ محمود كان بيرى أنه انقلاب مايو أيضاً جاء في لحظة حاسمة. جاء انقلاب يوم 25، هل بتعتقد هل من العقل والمعرفة أنه نقول والله هذا النظام العسكري نحن ضده لأنه دارين الجماعة المهووسين ديل يستلموا السودان؟ لا يمكن. وكان رأينا نحن في البداية هو تأييد نظام مايو، وأصدرنا عدد كبير جدا من الكتب في الدفاع عن مايو. كان رأينا حتى من ضمن كتبنا كان في كتاب اسمه ما هو البديل عن مايو، بنفتكر أنه البديل عن مايو هو الهوس الديني. مع غياب الخصوم الأساسيين للجمهوريين بسبب فتك وتشريد نظام مايو لهم، فإن الجمهوريين وجدوا الساحة أمامهم خالية من أي منافس أو خصم، مما زاد من تحركهم ونشاطهم
ليشمل كل أجزاء السودان من خلال حركة الوفود التي كانت تهدف لنشر الفكر الجمهوري. الأستاذ كان دائماً في إجازات الجمهوريين، كل الجمهوريين عندهم أي فرصة بتاعت إجازة يومين ثلاثة بيجوا طوال على المركز هنا حيث هو الأستاذ، بعدين التنظيم بيحدد حركة الوفود أن الناس يمشوين. صاحب هذه الحركة حملات نشطة في توزيع الكتب في شوارع المدن المختلفة ومعارض الجمهوريين المنتشرة في أرجاء السودان. حملة الكتاب الحركة بتكون من بيت الأستاذ اللي هو الآن مركز الأستاذ محمود محمد طه. بعدين بنوزع على أتيام على 2-2-2 بيشيلوا الكتاب وبيقيفوا يوزعوه، بيشرحوا الأسئلة بالنسبة للناس، بيقيفوا في مناطق مختلفة في الميادين العامة في الأسواق غالباً. الناس بتشتغل حركتها، بتجي راجعة تركب ترحيلة، بتجي راجعة بالذكر لحد ما تصل الجلسة اللي فيها التفاصيل اللي هي بتسمى عندنا جلسة الانطباعات. الناس بيكونوا جالسين والأستاذ بيفتتح الجلسة، بتفتتح دائما بالقرآن وتحديدا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، سورة القدر، وبعدها الأستاذ بيقول بنسمع انطباعات الناس عن الحركة في هذا اليوم، عن الحملة، عن كده. رغم كثرة صراعات مايو وما رافقها من دموية في التعامل مع المعارضين لها وما اتسمت به من طابع عسكري، إلا أن سكوتها عن الجمهوريين أثار العديد من الاتهامات حول العلاقة التي تربط بين الجمهوريين ومايو. في الرد على من يزعمون أن الجمهوريين والأستاذ محمود كانوا حلفاء لمايو وأنهم انتفعوا من المساحة التي منحت لهم في حين حرم الآخرون من هذه المساحة، الكلام هذا غير صحيح. الجمهوريين انتزعوا المساحة انتزاعا، وبعتقد أن ما كان عندنا أي لقاءات ولا كان عندنا أي تنسيق رسمي مع نظام مايو. ونظام مايو صحيح قد يكون انتفع من وجودنا في الشارع في ذلك الوقت، لأننا كنا بس بنمثل صوت عقل. الأستاذ محمود قال لا أحاجنا الله إلى ذكر الأنظمة العسكرية بخير. النظام ده نحن ولم نأيده لأنه نحن ضد الأنظمة العسكرية، وما بنعارضه لأنه لو هو فات بيجوا الجماعة دي، ولذلك نحن محايدين تجاهه. لم يدخل الأستاذ محمود محمد طه في مؤسسات مايو ولا أي جمهوري. رغم الفرصة الواسعة التي أتيحت لهم ما استطاعوا أن ينتشروا الانتشار المطلوب يعني في المجتمع السوداني المسلم المحافظ التقليد المحافظ. في عام 77 تفاجأ الجمهوريون من إعلان المصالحة الوطنية عبر اتفاق بورت سودان، فعاد خصوم الفكر الجمهوري للواجهة من جديد، ودخلوا هذه المرة في شراكات سياسية مع نظام مايو عدو الأمس. بعد جاءت المصالحة الوطنية، الأستاذ محمود والجمهوريين ما اعترضوا على المصالحة، بالعكس يعني طلع لهم كتاب اسمه الصلح وخير. نحن في الوقت ده ما طرف في النزاع ده كله. بعدهم صالحوه ودخلوا، والأنصار ديال بيزعيم الصادق المهدي جو يصلوا خلف النميري، موضوع هنا تركوه. نحن لم ندخل في هذا النزاع، يبقى نحن الجمهوريين أساسا ما عندنا دخل في الموضوع ده. نحن لم ندخل معهم في التخطيط لهذا العنف، ولم نحن ندخل معهم لما تنازلوا من دماؤنا وجاء صالح النميري. نحن اللي هم بيتهمون بالكلام ده قاعدين برا الاتحاد الاشتراكي ومؤسسات مايو، وهم قاعدين مع النميري في مكاتبه، أصحاب الدم الأمس جالسين معاه وبيصلوا وراه مسمينه خليفة المسلمين. يبقى مين اللي بيسأل، نحن ولا هم؟ عن نفسهم وعن أتباعهم اللي قتلوهم. هم أخذوهم للجزيرة أبو قتلوهم، وهم أخذوهم لليبيا وجابوهم قتلوهم، وهم تخلوا عنهم جتبعوا الإنسان القبيلي قال لهم الزود لكافر أمشوا قاتلوا. مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه ظهرت ساحات جديدة في مواجهات الجمهوريين مع خصوم دعوتهم، اعتمدت على الجدال والمواجهة والنقاشات العامة أمام الجميع، وكانت ميادين وساحات الجامعات السودانية هي أركان هذه النقاشات. كان الطلبة رابطة الفكر الجمهوري بجامعة الخرطوم عندها معرض في النادي بتاع الطلاب، وكان المعرض تقريبا صورته ملصقات من كلام الأستاذ محمود.
وكان في واحد من الأخوان الجمهوريين طرح إنه نطلع برا ويكون في أسئلة وهو يجيب عليها. وفي اللحظات دي كان الأستاذ جزائر المعرض، والأستاذ يعجب بالحكاية دي جدا، فقال لين نحن ما نعمل أركان بتاعت نقاش للطلبة تكون متخصصة في إنه كل يوم يجيب واحد من الأخوان الجمهوريين ويقدم مقدمة صغيرة عن الفكرة الجمهورية، يفتح باب النقاش للطلبة على أساس إنهم يسألوا أسئلة ويجيب عليهم. بين الفقه والتصوف وبين الأدب والموسيقى، الموسيقى الروحية قريبا على الجزيرة الوثائقية. فكان عبارة عن مقهى أقرب ما يكون إلى المسرح، مسرح حياة. كان يتجمع سياسيون، مثقفون، كتاب، مسرحيون، صحفيون، رجال أعمال. مقاهي عتيقة في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. مع الإسلام، وفي الدستور ده قال لي ذات الملك منصومنا لا تمثل. في كل يوم جديد عندنا ركن النقاش بيجيوا آلاف الناس من الطلاب ومن غير الطلاب، من الأساتذة وخلافه، من المواطنين العاديين. الفكرة الجمهورية مطروحة باستمرار للنقاش، وأي شخص بيجينا بنقول له أقرأ الكتب، بيجي بتشويش كتير وبتقاويل كتيرة عن أقاويل كتيرة عننا، بنقول له أنت بس أعطينا الكتب، ويمكن قد تنكب الأستاذ محمود قدامنا ونقول له بنعطيك، أنت تدينا اسم الكتاب إحنا بنعطيك له، وقول لنا الصفحة نفتحها لك عشان تقرأ لنا الكلام ده جبته من وين. لم تنتهي مخاوف الجمهوريين عند حدود عودة الخصوم ومشاركتهم في نظام مايو، بل تحققت أخطر مخاوفهم على الإطلاق. فنظام مايو بزعامة جعفر نميري بدأ يتبنى التفكير الديني ويسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، فشكل لجنة تعديل الدستور التي باشرت أعمالها في عام 78 لتخرج في أيلول سبتمبر عام 83 بقوانين الشريعة التي صادق عليها جعفر نميري وتوعد كل من يعارضها بالتهديد والوعيد. لم يقف محمود محمد طه صامتاً أمام هذه القوانين، فانطلق يعلن معارضته ورفضه لها وخطورتها على المجتمع وعلى وحدة السودان، ونفى صفة الإسلام عنها فأطلق عليها قوانين سبتمبر. نفذ النظام وعيده فاعتقل محمود محمد طه وتلامذته. بعد فترة من الاعتقال ده نميري أعلن عن إقامة محاكم الطوارئ، والأستاذ كان يقول له منه دي شريعة يطبقها الأغنياء المترفون على الفقراء الجياع. كان في اعتقال من سنة 83 لحد ديسمبر 84، وأطلق صراحة تحت ظروف غامضة يعني، بس قالوا لهم تطلعوا. فالأستاذ عمل جلسة تقييمية للحكاية دي، قال أن إحنا الناس ما حقها تفرح بأننا أطلق صراحة، ونحن ما أطلقوا صراحنا لسواد عيوننا ولا لمحبة النظام لنا، نحن أطلق صراحنا عشان نوخذ بالقانون. بعد الجلسة قال إنه أن إحنا نطلع منشور. المنشور كان اسمه هذا أو الطوفان، بيتكلم عن تطبيق القوانين الإسلامية، وإنه الشريعة القوانين الإسلامية هي بتنفر الناس عن الدين. شلنا المنشور ومسينا سوكم جرمان بنوزع فيه على المواطنين في الشارع. ففي حتة وأنا عرضت المنشور على واحد اتضح إنه من ناس المباحث، قال لي المنشور ده ضد الحكومة وضد القوانين وكده، وتمشي معانا. مشينا القسم بتاع عبد الرحمن، جينا اتخطينا في الحراسات لفترة بتاعة أسبوع تقريبا، وأعلن عن محاكمتنا.
يوم المحكمة ده المهوية معلن التنظيم قال عن بكرة الناس يجوا كلهم. فلما جينا للصباح الأستاذ ورع أنه هتكون عندنا مسيرة لحد مقر المحكمة اللي هو ورا الإزاعة. مهمة المسيرة دي أن تمشي تحضر المحاكمة تحت الأخوان الأربعة اللي هو الأخوان الأربعة المعروفين صاحب عبد اللطيف ومحمد سالم باشر تاج الدين عبد الرازق وخالد بابقر حمزة. وقاد الأستاذ المسيرة دي والناس خشوا جوا قعدوا الحوش كبير هو أخوان وأخوات قاعدين. في أثناء الناس قاعدين جاء مشهد جاء القاضي طالع ومعه عسكري شاب ورجل كبير في السن. فالشاب صغير بدي يجلس في الرجل الكبير والرصاص طوالي قام على حيله. كل الناس قاعدين كانوا مسترخين في قعدتهم أخوان وأخوات. فكل الناس وقفوا وبدأوا يشاهدوا في المشهد ده وانتظروا لكن ما جابونا نحن المحاكمة. وانتهت اليوم ده بهذه الصورة. في اليوم الثاني احتغلوا الأستاذ محمود نفسه. خدت المواد بتاع تغويض النظام وتهديد من الدولة وكده. وجاءت المحكمة الثانية وكان معنا الأستاذ فيها. المحاكمة كانت حوالي يوم 7 عينوا لها قاضي جديد قاضي شاب ما عنده أي تجربة في العمل القضائي تذكر ولا عنده علم بالشغل بالقانون نفسه. والاسم المهلاوي والمهلاوي جاء في الجلسة بتاعته وقام الجو يقرأ في اليومية بتاعت التحري. ما كان فيها حاجة غير المنشور. جاء فيها الأستاذ مصطفى عبد القادر وقال للأستاذ يا أستاذ نحن جايين من نقابة المحامين متطوعين للدفاع عنكم. بمعنى أن نعم أستاذ محمود أعطاها رجل قد المحسن ورجل أستاذ حرور المحكمة جدا أجل. الأستاذ قال لي يا مصطفى دي ما محاكم وإنتوا كقانونيين لما تقفوا قدامها بتدوها شرعية فحقوا أنت ما ترضوا لأنفسكم أنكم تقفوا أمام محاكم زي دي. لكن نحن نباشر تقييدنا لأنفسنا ونشكر الأخوان المحامين أجل الأشياء فلا نحتاج لأنفسنا. الأستاذ قال نقاطع المحكمة وقال كلمته الشهيرة أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام أكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه. المحكمة رفعت الجلسة وبكرة الصباح طوالي أصدرت حكمها بحكم الإعدام. ذلك بناء على المستند المقدم أمام المحكمة وبناء على اعتراف المتهمين وحتى يتعظ غيرهم من أصحاب الدعاوى الهدامة فإن المحكمة تحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت على أن يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعوتهم. لما صدر الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت الأستاذ كان مبتسم ابتسامة عريضة جدا وكان بيضحك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كان يمكن أن تكون هذه نهاية قصة معارض سياسي ولكن كان للنظام وقتها رأي آخر فتم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف الخاصة لتعطي للقضية بعدا آخر. حكمها في قضية محمود طه لو مشت محكمة الاستئناف الجنائية العادية
ما كان في مشكلة. هم المشكلة أنه محكمة المكاشفي كانت محكمة خاصة، محكمة استئناف عملوها هم لأغراض قوانين سبتمبر، يعني مش المحكمة المخصصة لاستلام استئنافات. محمود محمد طه لم يستأنف قبل الحكم خلاص. رغم كده الملف أخذ إلى محكمة الاستئناف. حكمت محكمة الموضوع على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقا حتى الموت، وهو الحد الأقصى من العقوبة المقررة في المادة 96 من قانون العقوبات لخروجهم على الدولة ومعارضتهم بالقانون معارضة تبلغ درجة الردة، فأعطتهم بناء على ذلك فرصة للتوبة. المكاشف كمان دخل على القضية اللي هي كانت إثارة الفتنة و يعني عمل منظم لتغويض النظام إلى آخره، كانت قضايا سياسية. المكاشف دخل عليها طوالي حكاية الردة، ومشت القضية كأنها هي قضية ردة، لأنه المهلاوي كان ذكر في الحكم بتاعه مسألة الاستتابة، فجات طوالي التقط منها المسألة دي، مع أنها الردة ذاتها ما كانت موجودة في القانون في الوقت ذاك. فيما يتعلق بالمتهم محمود محمد طه، فإن معارضته ودعوته لإبطال أحكام الشرع بما يبلغ درجة الردة ثابتة بما قدمنا، وأمثال هذا عقوبتهم القتل حدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، بدون ما ينادي محمود أو يسمع رأيه في التهم الجديدة أو في الأدلة الجديدة اللي هم جمعوها أصدر حكمه. بناء على ما تقرر محكمة الاستئناف الجنائية الأحكام الآتي: 1. تأييد الإدانة والعقوبة بالإعدام شنقا حتى الموت حدا وتعزيرا على المحكوم عليه محمود محمد طه على أن لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتكون أموالهم فيئا للمسلمين بعد قضاء دينه وما عليه من حقوق. 2. تأييد الإدانة والعقوبة على المحكوم عليهم الأربعة الآخرين بالإعدام شنقا حتى الموت على أن يمهلوا مدة شهر كامل بغرض التوبة والرجوع إلى حضيرة الإسلام اقتضاء بما غضب به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وينتدب لهم طائفة من علماء المسلمين لمراجعتهم. 3. اعتبار جماعة الجمهوريين طائفة كافرة ومرتدة وتعامل معاملة طوائف الكفر في كافة المعاملات. 4. مصادرة كل كتب ومطبوعات محمود محمد طه وكتب الجمهوريين من جميع المكتبات بغرض إبادته مع منع تداولها وطبعها في كافة المطابع. 5. حظر نشاط وتجمعات الجمهوريين في كافة أنحاء البلاد. 6. ترفع الأوراق للسيد رئيس الجمهورية للتأييد، وصدر هذا الحكم بقرار من محكمة الاستئناف بكامل أعضائها. طيب الحكم ده كان مفروض يمشي المحكمة العليا في حسب الإجراءات الجنائية، قرار محكمة الاستئناف بيمشي المحكمة العليا، ما لم يسألم يعني يؤخذ الملف إلى المحكمة العليا، بل رأسا أخذ إلى نميري. بسم الله وباسم الشعب وباسم الثورة نصدر الأمر بتأييد الإدانة والعقوبة ضد محمود محمد طه وآخرين على أساس الشرع والقانون. نفعل ذلك لأن الجمهوريين ليسوا جماعة فكرية، وإنما هم جماعة سياسية ذات أهداف بعيدة الأمد فوق كفرهم الصريح. نميري أيضا عمل يعني إخلال رهيب جدا بكل يعني القواعد المتعارف عليها في القانون، بأنه عمل محاكمة جديدة لمحمود وفي غياب محمود، وجمع أدلة جديدة وقال أنا رجعت كتب الفقه وسهرت وبالليل وما نمت، وتبين لي أن لم أجد أي مخرج لهذا المرتد الكافر. يعني عمل حيثيات الحكم، وبالتالي أصدر حكم بإعدامه. أيها الإخوة الثوار الأحرار، لقد عكفت على دراسة أوراق هذه القضية ومستنداتها على مدى 27 ساعة متصلة، مستعينا بالله وكتب الفقه والقانون ومستشيرا ومستخيرا، فلم أجد لمحمود محمد طه وحزبه مخرجا ولا شبهة تدرأ هذا الحكم الحدي.
الصباح سمعنا يعني جابوا ميكروفونات طبعا وكانوا يقولوا اليوم تنفيز الحكم في الاستاذ محمد طه كده كده، وقاموا جوا ساقونا نحن ودونا الميدان وقفونا على بعد حوالي 15 و20 متر من المشنقة، ونحن واقفين طلعوا الاستاذ كان في حراسة قريبة جابوه وطلع في المشنقة، وكانوا السياسيين قاعدين بجنب البيجاي، فكان مواطن وشه لما فتحوا وشه اتلفت على السياسيين ديل وابتسم الابتسامة المشهورة وانتقل وهو راضي جدا. نحن بعد ما تم التنفيذ في الأستاذ المهلاوي المكاشف طارق كباش يتكلم في مع الأستاذ على المشنق، وهو قام يتكلم إنه هو محمود محمد طه ويعطي فرصة ليستتاب كم مرة ورفض ما يتوب وما يرجع، والجماعة الأربعة دين نحن حنجيب مجموعة من العلماء عشان يناقشون، وإذا ما تراجعوا حيتنفون التنفيذ. أصر نظام مايو بعد تنفيذ حكم الإعدام على مصادرة جثمان محمود محمد طه بنقله عبر مروحية إلى مكان مجهول. كان في تقديري إنه يعني هيدفن في أحد المدافن الرئيسية في العاصمة، سواء كان في الخرطوم أو أم درمان أو الخرطوم، وهي طبعا مقابر ومدافن معروفة لكل الناس. ولكني فوجئت في نفس اللحظة في أثناء هذا الكلام إنه التعليمات إنه يتم دفنه غرب أم درمان. طبعا هذه المنطقة كلها منطقة صحراوية، ذهبت إلى غرب أم درمان، تم إنزال الطاقم الحرس والجثمان، وأنا لاحظت إنه الجثمان يعني كانت قدم المرحوم ظاهرة، مما يدل على أنه لم يتم تكفينه، والله أعلم. خلال ذلك كان بقية المحكومين يفكرون بالخيارات التي أمامهم. نحن حسينا إنه نحن موقفنا بالصورة دي ما في فرصة عشان نختلق بطولات، وإلا نحن بنقيف نختلق بطولات لكن بنضحي بمجتمعنا كله. اتفق الأربعة على التراجع عن مواقفهم، فقاموا بكتابة تنازل يسبقون به نقاش العلماء وقدموه لمأمور السجن الذي رفعه لجعفر نميري. مدير السجن قال خلاص بس شال الورق ده وداه لنميري، نميري غرض اطلق صراحنا لأنه ذاته كان الموقف يتوتر جدا، لكن قال برضو العلماء يلاقون. جاءت مهزلة الاستتابة تمت، والاستتابة كانت تمثيلية سيئة الإخراج، لكن جاونا نحن منزلين بملابس السجن اللي لابسنا عليه أكثر من أسبوع وسخانة جدا، ودخلنا قدامهم بيدخلوا واحد واحد. المحكوم عليه تاج الدين عبد الرازق حسين، هم ذاتهم بس بقت تحصيل حاصل كده ان يعملوا حاجه شكليه، ويبدو هم ذاتهم بيناتهم كانت في خلافات لانه المهلاوي ما جا معاهم، وبعد ذاك قعد في مكتبه برضه وقال يجيبوه اليوم مشينا له هناك، وقال لنا نفس الكلام بتاع انه انت تقول كده انه محمود مرتد وكده. تغيده ليتوب الى الله ورجع امام هذه المحكمه. نعم. طيب انا بعلن عن توبتي عن العمل اللي كنت بمارسه في حركه الاخوان الجمهوريين، وبرجع عن العمل اللي كنت بعمله. وتعلن انه محمود محمد طه كان كافرا وملحدا ومرتدا، وانت كنت كافر وملحد مرتد وامام هذه وانا كنت كافر وملحد ومرتد وامام هذه المحكمه بعلن عن توبتي ورجوعي. الحمد لله رب العالمين. من إنتاج الجزيرة الوثائقية تروي لنا قصة صناعة الكتاب وتطوره.
الوراقون قريبا على الجزيرة الوثائقية. حمى الذهب تهدد جنة إندونيسيا الاستوائية. رغم الاحتجاج، رغم الألم، يبحثون وينقبون، يلهثون وراء لمعانه وبريقه، ذهب مع الذهب على الجزيرة الوثائقية. لم يمضي على إعدام محمود محمد طه سوى أشهر قليلة حتى قامت انتفاضة شعبية ضد النظام أسفرت عن سقوط نظام مايو بدعم من الجيش السوداني. ومع سقوط مايو تكشفت أوراق جديدة في قضية المحكمة. أقرر الآتي: أولاً، يشكل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية. الحقيقة نحن بعد سقوط نميري اتكونت لجان قانونية لفحص ملفات الغصر وملفات القضائية، وجدوا فيها مستندات مخيفة، منها المستند اللي كتبه مستشار الرئيس مستشار نميري، كتبه النميري ومرفق مدبس معاه المنشور اللي قال له فعلا احنا وجدنا ما كنا نبحث عنه، عن الكافر الذي يجب قتله يعني او ما معناته يعني. وتعليق نميري كده هلل الله اكبر، كاتب كده الله اكبر مش عارف ايه، صغط الكافر. هذه الاوراق شجعت المحامي طه بتكليف من اسماء محمود طه بتقديم طعن للمحكمة الدستورية اعلى هيئة قضائية في السودان، يطعن خلاله بمحاكمة محمود وكل ما رافقها من إجراءات وأحكام. لغوا المحاكمة ولغوا كل إجراءات الاستتابة اللي عملت والإجراءات المصادرة بتاع البيت وكل الإجراءات اللي كانت يعني صدرت مع الحكم. تم إسقاط تهمة الردة عن محمود محمد طه قانونياً، ولكن استمر الجدل الدائر حول ردته بين السودانيين. عقيدة محمود محمد طه هو ما يسمى فكر الأستاذ، يعني عقيدة فاسدة، وهو عنده لا إله إلا الله، الله بس. بعد ما تدخل في المنتصف الله 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 بلسان المقال حتى تحقق بلسان الحال، تقول الله الله باختصار كده بالكلام السوداني لما تبقى الله. ما في كلام زي، ما قال انه اله، ما في كلام زي ده. سموه الاصيل الاول والوارث المحمدي ذات المقام والمخلص والمسيح المحمدي المنتظر. ما بنقول مهدي ولا الالغاب عند الاستاذ محمود بتعني شيء، لانه لو جاك شخص قال لك انا مهدي، انا مسيح، انا ولي، انت ما بتقول تستلمه طوالي، لانه هو بوصف في نفسه. الاستاذ محمود قال انا رجل سوداني بدعو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. عندما علق في اعواد المشرعه في كوبر، بعض الشباب اصابته زي هستيريا كده وقعدوا يكوركوا، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم ما قتلوه في الحقيقه، وهم رفعوه مكانه، القتل موجود والصلب موجود، وتركوه في المشنقه مسافه عشان يدخلوا موضوع الصلب، ظاهريا موجود، لكن هم ما عارفين انه حققوا بالقتل ده مقام كبير للأسر. كلام محمود محمد طه في الالهيات او في النبوات او في السمعيات او في اي باب من ابواب الشريعه الاسلاميه والعقيده، اي قول يعني يخرج هذا الانسان من المله الاسلاميه،
لأنه هو نفسه يحترف بذلك على أنه هو ليس بتابع لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من المنتمين إلى الملة الإسلامية بالمفهوم الأول. نحن دعوتنا دعوة مسالمة بتدعو للإقناع والاقتناع، ما بندي الناس توصيفات وتكفير وكل الحي المسائل، لأن ما بنمنع على شيء. أنا بقول لك أنا فهمك ده ما موضوع أو فهمك ده خطأ أو فهمك ده ما عنده سند، لأنه أنت لما تكفر دار تدي الصفة دي ليه؟ لأنه بيتباع عنف، عايز تكفره وعايز تقتله، ودي المشكلة اليوم اللي مواجهة العالم الإسلامي. هذا الموقف من ردة محمود جعل العديدين يتهمون خصوم محمود محمد طه من التيارات الإسلامية بالوقوف خلف قرار إعدامه. أنا أنفي تماماً صلة تنظيم الأخوان المسلمين أو الجبهة القومية الإسلامية بإعدام الأستاذ محمود أو بمحاكمته. نمير اتخذ قراره بتغواني سبتمبر دون أن يستشير الأخوان المسلمين، بل هو عمل غواني سبتمبر ليسحب البساط من أيدي الإسلاميين عندما شعر بخطر. يعني محمد طه في يناير 85، والترابي نفسه كان ممكن يعلن في مارس بعد زيارة جورج بوش 85، بعد شهرين من إعدام محمود محمد طه بصورة من الصورة الأخوان المسلمين ولا المسألة دي. وهم طبعا في أدبياتهم وفي مقابلات العملية معهم هم قالوا بصورة مباشرة إحنا ما ضالعين في المسألة دي، لكن بعض قياداتهم بتقالوا إنهم هم كانوا فرحانين بأنه الحكاية دي حتتم. وأنا بعتقد إنهم هم وراء الحكاية بتاعت القوانين قوانين سبتمبر دي. للأسف نحن في الحركة الإسلامية كنا نتمنى أن يقع ذلك، لكن الوضع لم تكن منا أصلا، لم تكن من الحركة الإسلامية، لأنه كان نميل عنده ورقة الشريعة الإسلامية وكان يريد تنفيذ هذه الورقة وكان لا يريد أي شيء ضد مشروعه. بالنسبة للحركة الإسلامية، طبعا الحركة الإسلامية نفسها فيها ضعف فكري كبير. خطاب الحركة الإسلامية خطاب تجهيزي وتعبوي، ومحمود محمد طه كان يتكلم كشخص مهندس أصلا وقرأ العلوم الحديثة ودخل في احتكاف وأربعين سنة من القراءات العميقة في التصوف، فلم يكن هناك عندنا من يستطيع أن يجابهه، ولذلك اعتبرنا أنفسنا تخلصنا من خصم. ولكن وهذه كانت قراءة قاصرة وقراءة محدودة، ولكن سواء كانت قراءة قاصرة أو كانت محدودة لم نكن طرفا أصلا في هذه القضية. ثلاث لا أرتاب فيهن، ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه حد الرد القتل، من بدل دينه فاقتلوه، كلام واضح جدا وصريح ليس فيه من استواء. الأمر الثاني أنه محمود محمد طه مرتد لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة كإنكاره للصلاة ذات الحركات. الأمر الثالث قلت لهم أنني لا أشك في أنه اقتيل اقتيالا سياسيا، لأنه في بداية الأمر كانوا يوزعون كتبه ويقولون عنه إنه المفكر الإسلامي الكبير وكذا، بعض كثير من الرسائل كانوا يوزعونها مجانا. عندما قال قولته المشهورة إن نظام مايو نظام فاسد مهتري، عندها قتل. لكن هل بقي من فكر محمود ما يمكن أن يقدم أو أن يدعى له، أم أنه انتهى بمقتله؟ أنا أرى أنه الفكرة دي قائمة على رجل اللي هو محمود محمد طه، وما خلف بعده من هو في مستواه قريب منه من حيث الفكر ومن حيث الإقناع ومن حيث أنه شخصيته نفسها، هو كان شخصية فيه شيء من تواضع فيه شيء من الزهد. أنا لم أرى سياسي سوداني أو مفكر سوداني في مثل تواضعه وزهده ورحابة صدري. محمود محمد طه في الزهد
في التواضع يشبه السودانيين، في البيت المفتوح والقلب المفتوح والبسمة المفتوحة يشبه السودانيين، في التفكير الصوفي أيضا موجود في السودانيين. يعني مثلا الميسانيك هذه موجود، أحمد المهدي مثلا كان يعتقد نفسه إنه يعني إنه مسيح، وإنه هو المهدي المنتظر الذي يملا الأرض عدلا بعد أن ولد جورا، وهذه الفكرة كانت رائجة في الثقافة الأفريقية الإسلامية. رغم أنه كان من أوائل المهندسين السودانيين، ظل طول حياته يعيش عيش غمار السودانيين، يعني لم يتملك الأراضي ولا البيوت ولم ينشئ ملكيات إطلاقا، عاش فقيرا وسط أحياء الفقراء إلى أن لقي ربه. زي ما الصورة واضحة لكم، منزل بسيط مبني من الطين الجالوس زي ما نحن بنسميه في السودان، وبالرغم من أنه الأستاذ مهندس وكان يمكن أن يمتلك بيت أكبر من كده بكثير، لكنه فضل أنه يكون البيت بصورته دي معايشة للشعب السوداني. ونحن رأينا أنه أحسن استغلال للمنزل، بالمناسبة المنزل ده كان مصادر من حكومة السودان بعد الحكومة الصدر ضد الأستاذ محمود واغتياله سنة 85، لكن بعد القضية الدستورية والرد الاعتبار للأستاذ محمود وللأسرة نحن رجعنا البيت، رجع للأسرة، ورأينا أنه أحسن استغلال له يكون مركز ثقافي مفتوح للشعب السوداني زي ما كان مفتوح في أيام الأستاذ محمود. هناك دي غرفة كانت غرفة عادية عملناها مكتب، ودي غرفة الأستاذ محمود محمد طه، دي كانت الغرفة الأساسية في البيت، والغرفة دي تقريبا هي المكان اللي بيعمل فيه الأستاذ كله أنشطته، معظم الكتب اتألفت هنا، ودي محل الصلاة، محل الوضوء هنا عندنا، والمؤلفات دي جزء من الكتب. كانت مكتبة عامرة لكن فقدت المكتبة بعد الحكم عليه، سطوا عليها رجال الأمن اللي كانوا حارسين البيت موجودين فيه، فما وجدنا إلا القليل من الكتب، وده عبارة عن دولاب مختلف عن المكتبة الأساسية لكنه بيشبهه. دي شنطة الأستاذ استلمناها من إدارة وسلمونا لها إدارة السجن بعد تنفيذ الحكم على الأستاذ. من المحتويات الموجودة فيها المصلاة دي كان بيجلس على الأستاذ في السجن، دي تقريبا الملابس بتاعت الأستاذ اللي استلمناها من إدارة السجن، عبارة عن عراقي وجلابية وسروال، كان بيجلس على ديل في للعبادة، وتوب كان دائما بيلبس الأستاذ. الفكرة الجمهورية كفكرة موجودة، ككتب للأستاذ محمود محمد طه ومحاضرات مسجلة، الناس بتطلعوا عليها وبتنتشر، ما عندنا شك، ما عندنا شك أن الموضوع ده ما في حل غيره. أفكار الأستاذ محمود محمد طه ستدرس من جديد، لأنه فيها مواجهة للإشكالات الحقيقية المواجهة التفكير الإسلامي السلفي. جمهورية خطرة محدود في السودان، ولكن استخدمت الكتيبات هذه. هذه الكتيبات ترجمت في أمريكا، ترجمة الدكتور عبد الله النعيم، ووزعت لجميع أنحاء العالم. كانت هناك بعض المناسبات التي ترجمت فيها مقابلات للسيد الأستاذ مع الزوار الأجانب، فهو تناول نسخة من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، وقال يا عبد الله ترجم هذا الكتاب، وكانت هي تلك النسخة التي استخدمتها في ترجمة كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، وهو الكتاب الوحيد للسيد الأستاذ الذي قمتم بترجمته، وقد أخذت تلك الترجمة مني عدد من السنين. كنت أيضا أقوم بالكلام والحديث عن أعمال السيد الأستاذ محمود وحياة السيد الأستاذ محمود في مدار عملي نفسه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق
المنظمات العمل الدستوري والتطورات الدستورية في العالم الإسلامي والعالم الأفريقي وما عالم ما بعد الاستعمار. والآن تلامذته الذين يجيبون الشرق والغرب يعملون المنظمات الدولية يتكلمون، حركة الاستشراق تتكلم عن هذه المسألة، فهذه المسألة تظل إضافة موجودة مثل ما هناك البهائية والقادانية كحركات جديدة برزت ولم تنتهي بموت دعاتها أو الذين أسسوها. فسيظل صاحب الفكر الجمهوري موجود في عداد المفكرين السودانيين وفي عداد أصحاب الإسهامات الاستثنائية الخارجة عن المألوف والتقليد. أنا أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر 83 من أنها مخالفة للشريعة والإسلام، مخالفة للشريعة والإسلام. أنا شخصيا أنا السيد الأستاذ محمود هو ملك البشرية جمعاء وليس وقفا على التلاميذ ما يسمى بالجمهوريين، ولا وقف على السودان ولا على السودانيين ولا على الإسلام والمسلمين. وزي ما قال ابن عربي: لنا دولة في آخر الدهر تظهر وتظهر مثل الشمس لا تتستر. ونفرت عنه نفرت عنه يضاف إلى ذلك يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله ثم إنها هددت وحدة البلاد.